البحرين، البحر الأحمر والبحر الأبيض، بالإضافة لوجود قناة السويس وانتشار الثروات الطبيعية زي البترول والغاز الطبيعي ووجود شركات بترول كتيرة، وده بيخلي حجم الأوفشور أويل أند جاس إندستري في مصر كبير جدا. من أصعب الحاجات اللي بتواجه الشركات دي هي البيئة اللي بيتواجد فيها المعدات، واللي بتشكل خطورة على الدايفرز اللي بينزلوا يعملوا انسبكشنز تحت المية، وفي نفس الوقت بتسبب ليميتيشنز وهي إن الدايفرز ما يقدروش ينزلوا لأعماق كبيرة، وبالتالي بنضطر نلجأ لطول تانية وهي الـ ROV Remotely Operated Vehicle أو الغواصة الآلية الغير مأهولة، وهي عبارة عن أندر ووتر وايب فيكل بتساعد إن إحنا نقدر نتحكم فيها من بعد من خلال وحدة التحكم خارج المية عشان ننفذ المهام بدل من الدايفرز. ولكن للأسف حجم الـ ROV Industry في مصر ضئيل، وده بيخلي الشركات يا إما تلجأ لشركات أجنبية عشان تأجر منها ROV أو عشان تشتري منها ROV، والحلين غاليين. وده كمان منشأ فكرتنا وهي ان احنا نصنع ROV في مصر بدل من اللجوء للشركات الاجنبيه، واللي هو حل غالي جدا. وبالفعل دخلنا مسابقات وحققنا مراكز وسعينا في الفكره، وحاليا بنسعى ان احنا نطورها عشان نقدر نخليها في وقت من الاوقات تقدر توصل للاندستري. الROV اللي صنعناه بتتكون من 3 اجزاء اساسيه: جسم الغواصه، وحده التحكم، والتذر اللي هو السلك الواصل ما بين الغواصه وما بين وحده التحكم. البروجكت متقسم لجزئين: الجزء الميكانيكي والجزء الكهربي. الجزء الميكانيكي كان بيبدا ببرين ستورمينج على الديزاين والماتيريالز اللي هنختارها واستخدام المعادلات الدقيقه عشان نقدر نوصل لاستابيليتي عاليه للغواصه، بالاضافه الى عمل ستريس اناليسيس على الغواصه. كمان كنا بنعمل ديزاين للارم او المانيبيوليتور اللي بيستخدم لهولدنج اوبجكتس تحت الميه. ومن اكتر الحاجات اللي تشالنجنج اللي كانت بتقابلنا هي السيلينج سيستم. السيلينج وهو العزل بتاع الاسلاك اللي داخله وخارجه من الغواصه، وده كان بيتطلب مننا تخصيص وقت كبير في الار ان دي عشان نقدر نوصل لاعلى افيشنت تكنيكس. بالنسبه للجزء الكهربي فهو بينقسم لجزئين: جزء الهاردوير وجزء السوفتوير. جزء الهاردوير هو عباره عن تصميم الدوائر الكهربائيه اللي موجوده جوه جسم الغواصه وموجوده جوه وحده التحكم، وده بيتم بعدة مراحل. اول مرحلة هي كانت اختيار الكومبوننتس اللي هنستخدمها، ثم بعد كده بنعمل ديزاين 2D، ثم بعد كده بنعمل 3D فيجواليزيشن للدايرة، بعد كده بنعمل لها فابريكيشن، بعد كده بنعمل اسمبلي للكومبوننتس، بعد كده بنشغلها بعد ما نعمل لها تروبل شوتينج. بالنسبة لجزء السوفت وير فهو الجزء الخاص بالبرمجة. اول حاجه حددناها هي الكوميونيكيشن بروتوكول، وهي وسيله الاتصال ما بين الغواصه وما بين وحده التحكم، وده حددناه على اساس ان هو يقدر ينقل الداتا لمسافات طويله، وده كان الايثرنت بروتوكول اللي كان بيقدر ينقل الداتا لاكثر من 100 متر. بعد كده حددنا الكاميرات اللي احنا هنستخدمها، والمعيار الاساسي في التحديد كانت الدقه اللي هي مهمه جدا في تاسكات الايمج بروسيسنج. قدرنا ان احنا نعمل ايمج بروسيسنج تاسكس متعدده زي سيجمنتيشن الالوان تحت الميه وزي قياس اطوال تحت الميه وعرض الناتج على الشاشه اللي موجوده في وحده التحكم. بالاضافه لده الغواصه مزوده بنظام PID Proportional Integral Derivative، وهو اللي بيخلي الغواصه لو اتعرضت لاي ايرور او اي تيار حركها من المكان اللي هي كانت ثابته فيه عشان تعمل تاسك معين، هي انها ترجع من تلقاء نفسها ثاني لنفس المكان ده بدون اي تحكم من البايلوت من خلال فيدباك. اخيرا التيم بتاعنا قدر يطور ROV Simulator، وهو عباره عن Virtual Environment بيتم بنائها على الكمبيوتر، بحيث ان الشخص اللي هيتحكم في الغواصه يقدر يتحكم فيها من خلال الكمبيوتر بدون الحاجه للنزول الميه، وده بيساعد في تقليل التكلفه، وفي نفس الوقت بيساعد في ان احنا نقدر نختبر Software Programs والImage Processing Tasks بدون الحاجه للنزول الميه. وشكرا.